بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هعمل النهاردة بطاطس البومفريت، اللي هي البطاطس المقلية. إزاي نعملها تكون طعمها حلو وهشة؟ نقطع البطاطس نقطعها بأي طريقة، بس يكون التقطيع كل الحرف على فوق كل ما زي هيطلع بعض. يبين، فأنا كده يعني ايه أحسن. والطريقة اللي أنا بقطع بيها دي أسهل وأسرع تبقى دي. وهتوفر كتير من خلال اليوتيوب الأول التطوير في الوقت في المطبخ. البطاطس تكون متساوية كده تقريبا، يعني طريقة التقطيع بالطريقة دي تكون واحدة واحدة ومش بالسرعة دي. في البداية تكون ببطء. أول حاجة بنقلي البطاطس لغاية لما تبقى كده. دي أول مرة تبقى نص سوا، بيضة كده نص سوا. بعد ما تبرد خالص ننزلها تاني. وديت البطاطس النهائية. بعد المرة التانية بيكون ده شكلها وبتكون هشة. وبالهنا والشفا. ما تنساش اللايك والشير والتعليق.